السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بقولك يا شيخ، عندي سؤال كده. اسأل يا حبيبي. كنت يعني انا اكتشفت ان الوضوء بتاعي، ان انا كنت بتوضى لما اجي اغسل ايدي الى المرفقين، بغسل ظهر ايدي بس، يعني من اول كف. يعني الله على الوسواس هذا، اعوذ بالله. عفى الله عما سلف واستدرك فيما هو آت. يعني ما تغسل بطن الكف أبدا؟ بطن الكف ما يتصور أن واحد يتوضأ ولا يغسل بطن الكف يبدأ كده؟ صح صح، ما يعني الله يغفر لك. لغاية الكوع كنت بغسل، لكن بطن يا حبيبي ولاش وسوسة، الله يغفر لك. طب يعني خلاص انتهى.